نزالات الفرقاء تعود، ولكن هذه المرة من جزء الإيفوليوشن. فأول نزال فرقاء حيكون بين فريقين اتحاد خفافيش النهار وفريق شعرة السيف. فيلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مونستر بليت ونزالات فرقاء جديدة، وهذه المرة من جزء الإيفوليوشن الجزء الثاني. فريقين من أشرس الفرق في بيبات الباست، اتحاد خفافيش النهار بقائدهم مجدي وفريق شعلة السيف وقائدهم صقر. فخلينا نشوف النزالات. نزالات كانت حماسية في البداية، حنلعب نص اللي صار في الانمي، ومع المقطع حنلعب نزالات عشوائية. فيلا نبدأ. قبل لا نبدأ، الشرف ان هذا ما كنتم مشتركين وفعل الجرس تنباش نوصلكم جديدنا اول باول. اضغط زر اللايك عشان المقطع انتشر على كل محبيها البيبطل. فيلا نبدأ. النزال الأول كان من لاعبين موجودين في فريق فجر النصر. اللاعب الأول اسمه دارم، واللاعب الثاني اسمه سالم. حنصنع البلابل مع بعض قبل أن نبدأ في النزال، بس حيكون صناعة فورية، يعني ما حنقول لكم اسماء القطع من هذا الكلام، بس حنقول لكم اسماء البلابل. بلبل لاعب سالم، عندنا تقريبا أغلب قطعه، واللي هي كانت لير الدوامة أو كل قطعه، لير الدوامة الجافة، ديسك ودرايفر، بلبل الكلب المتوحش. فهذا هو بلبل لاعب سالم. اللاعب سالم لاعب من فريق شعلة السيف. اما بلبل اللاعب دارم، هذا اللي ما عندنا من بلبل غير الدرايفر. بلبل اللاعب دارم هو اصعب بلبل تقريبا احنا ممكن نسويه اليوم، اللي كان تكون من لير الافعى الطائره، ديسكو درايفر الزاحف الضاري. هذا كل بلاب ما نزل له تايبرو، فاحنا نحاول نسويها كذا. عندنا اول شيء اللاير الافعى الطائره كذا، هنا مفتوح بين هنا مغلق، بس احنا ما عندنا غير لاير الحاء مفتوح من الجهتين، فعشان كذا احنا ناخذ لاير الحاء. ما بالنسبة للقطعة الثانية واللي هي الديسك اللي هم حطوه ديسك الزاحف الضاري، وانا قلت بحط ديسك الكلب المتوحش، بس مين اولى ان ياخذ ديسك الكلب المتوحش؟ اللي جاب ديسك الكلب المتوحش. فعشان كذا انا ححط ديسك اللهيب المستعير، لانه تقريبا نفس السماكة، يعني ديسك كذا شايفين كيف؟ يعني صغير، وهذاك برضو كان صغير يعني مو سميك، وديسك يعني ينفع البلابة المزدوجة تقريبا، وهذاك البلابة كان دفاعي بس هم، او لا كان هجومي، بس هم حطوا له ديسك مزدوج، يعني ديسك كده خفيف شوية. الدرافر هو الشيء الوحيد اللي عندنا، والدرافر العادي حق الزاحف الضاري، شايفين كيف شكله؟ جانا من بلبل المنجل حق نيو بوي، فهذا يصير عندنا بلبل دارم، كده دقيقة، اوه كده حقه جيدة، فهذا هو بلبل لاعب دارم، فيلا الحين ندخل على النزال. النزال الأول من نزال فرقاء سالم ودارم، طبعا اللي فاز سالم بباست. فواحد شكل بلبل سالم، نروح للجولة الثانية. يلا ثلاثة فنحصل. واو كيف شكله حيخسر بلبل لاعب دارم للمرة الثانية؟ لا هذيك إعادة ما تحتسب اللي قبل شوية. لا أخذ سالم نقطة. اثنان صفر لبلبل لاعب سالم. دحين نروح للجولة الأخيرة الثالثة. الجولة الأخيرة إذا فاز سالم أو لا إذا فاز دارم نلعب. أوكي هاي جو سالم لسه ما كمل كلامي. فبنهاية المقطع ممكن نلعب لكم جولات اكثر، فاتاكدوا انكم تابعين المقطع للنهايه واضغط زر اللايك. صراحه نزال حلو شوف. فيلا نروح نزال اللي بعده. بعد ما وقفنا المقطع اللي قبل شويه لعبنا انا وعبد الرحمن نزال، خايف التصوير، البلبل حق دارم حطم بلبل سالم، شوف كيف. فهاي حسابي بس اقول لكم عشان كذا تابعوا المقطع النهايه وحنعيد هذا النزال، النزال يستحق من جد انه يعني نلعب اكثر من جوله. النزال الثاني كان بين اللاعب صقر صاحب بلبل السيف الوهاج اللي هو قائد فريق شعلة السيف، واللاعب عصام اللي هو يعتبر العضو الاساسي في فريق اتحاد خفافيش النهار، اللي يختبر البلابل ويسوي يب هذا الصغير اللي عنده تاب كذا وايباد. المهم البلبل حقه كان لير اللهيب وديسك ودرايفر الكلب المتوحش، ولعب ضد صقر واللي فاز هو صقر بنتيجه يب 2-0 اعتقد. فهذا خلينا نروح. شباب اللي ما يعرف هو اللي طور بلبل تنين المدمر تنين العصف. انا قلت لكم انه في النزال الاول اللي لعبناه كان بين سالم ودارم انه فاز سالم ببيرس، فلا سالم فاز بنقطه واحده، يعني اعتقد توقف وخرج خارج الحلبه. اما هنا في هذا النزال صار بيرس صقر حطم مع عصام. بنفس الطريقة بنفس القطع اللي طار. لعب لكم كمان جولة. نتيجة 2-0 للسيف الوهاج. الجولة الثانية. أربعة سيف السيف الوهاج. نروح للجولة. الجولة الأخيرة يعني جولة الضحك، يمكن يعني البلبل اللي معاه يجيب نقطة. يلا شوف. ستة يا أخي.
صفر. بعدين حنحسب طبعا نساف الانمي. فالان الحين النتيجه كم؟ اعتقد 2-1. يب. النزال الثالث كان بين اللاعب مجدي ولاعب ما ذكر لا اسم بلبل ولا اسم اللاعب نفسه، فانا ما اعرف اسم اللاعب بس اعرف قطع البلبل، لانه مجدي فاز بتوقف عن دوران، يعني مجدي هو اللي فاز، يعني مجدي هو اللي خسر ذاك البلبل. والبلبل كان عباره عن لاير حصان جامح، ديسك المحارب الشرس، ودرايفر خفاش النار. كذا كان شكل البلبل من جلد البلبل، يعني تحسوه كذا طويل شويه واللاير مغلقه والتيف عنده كويسه. فيلا نبدا ننزل. اثنين العصف اللاير اصليه تكاوتو متيبرا من نسخه الكستمايز سيت، والدرايفر جرب البلبل العنقاء المدمر، النفس جرب البلبل الحامي المحيط. اما بالنسبه للديسك فهو ديسك خفاش الليل مع فريم بلبل وحش الظلام او بلبل الخادم المتوهج. بس احنا عندنا الديسك والفريم هذول احنا اخذناهم يعني من اماكن ثانيه ما بنذكر اسمها، بعدين حنقول لكم ايش اسم الاماكن لما نصور المقطع كيف تصير يوتيوبر ناجح في انمي البلابل. هذا هو بلبل طبعا شباب، بلبل نحيف. فيلا نبدا. البلبل حق عبد الرحمن اعتقد انه هو قادر احتمالي من العصب بالدفاعي، طبعا هو دفاعي بس هو حيبدا هجومي عشان قاعد الاتوميك، بس لو احنا رميناه بشويش ما حيبدا هجومي، بس مع قوه الاطلاق والدوران السريع والقاعده كلها دائريه ومتحركه فعشان كذا حيصير بلبل هجومي. كيف الفايز نفس صف الانمي واللي فاز من العصب، بس حنلعب لكم كمان جوله. يلا نبدا. ما تشوف بس انا اشوف اثنين العصف في الانمي حطم بلابل، بس هالشيء مستحيل شباب. اثنين العصف ما يقدر، يعني ما عنده منطقه هجوم، كل مناطق الهجوم عنده تتحرك. يابا يعني لما لو كان فيها ثابته كان ممكن تتكسر من قوه الضربات، بما انها متحركه ما تكسر وما تفيد بالهجوم. فاز المره الثانيه. او في يعني ممكن يعني تبرست لو كانت اثنين العصف هنا وهجم كذا طوال ممكن تبرست. ولو كان ذاك الربع على اخر فليك كمان. يلا جوله. او كذا صقعات. ضربات متعدده في اماكن حساسه للبلبل الثاني. او يعني اماكن ضعيفه في ذاك البلبل. ايوه صح، انا قبل فتره نزلت لكم منتدى على واحد او الاثنين اللي ايش افضل الاضاءه، وانتم اخترتوا اغلبكم اختار رقم واحد، فاحنا تحدينا لا حطينا لا واحد ولا اثنين، حطينا بهذا الشكل. كثير منكم كان ما فهم ايش معنى هذاك المنتدى، بس انا بشرح لكم في مقطع ثاني ان شاء الله. الفائز هو تنال عصف اللاعب مجدي، فاز كل الثلاث جولات. يب. زي ما شفتوا كل بلعبه الثلاث اللي احنا لعبناهم، سالم ودارن فاز سالم في كل الثلاث جولات، صقر وعصام فاز صقر في كل الثلاث جولات، مجدي والبلبل الغريب حقه البلبل حق فريق شعر السيف فاز مجدي في كل الثلاث جولات. فهذا يعني شيء يعني يقول لك انه من جد اللي اختاروا هذه البلابل من تكافتهم مختارينها بعنايه. فالحين نلعب لكم نزالات عشوائيه ويلا نبدا. النزالات العشوائية كان في نزال في الجولة الرابعة أو النزال الرابع كان بين السيف والوهاج اثنين العصف، فأنا قلت لك نزالات عشوائية بس لما راجعت قبل شوي الكتابة طلع فيه. فالحين نحن بنسوي زي الأنمي، يعني بنسوي زي الأنمي، إيش سوى اثنين العصف؟ يب فكت فين؟ دار دار فصار خفيف ويدور فوق بس عشان هم إيش سووا شباب؟ الحلبة حقتهم مغلقة، إحنا الحلبة حقتنا مفتوحة فما يقدر يسويها. لا هنا هنا بس حنحاول. يلا الجولة الأولى طبعا فكيت فين بلبل اثنين العصف زي ما تشوف كذا صار شكله. فيلا ثلاث نقاط. شفتوا ما قدر يسويه. حلبتنا مفتوحة. اوكي يا صاحبي هذا كان بيرس كان شيء اسطوري. اوكي وصل للنص. الجولة الثانية. عادي عادي. الجولة الثانية. اوكي. نفس الانمي. بس باقي ست العصر سريع. لو انا عملت شويه بقوه ولا لو الصقر ما صقع فيه في البدايه كان ممكن سامس الان بالضبط. النتيجه لين الحين كم؟ 1-0 للصقر او سيف الوهاد، الحين 1-1 فيلعب لكم اخر جوله في هذا الموسم. فدحين عبد القادر حيرمي بقوه عشان يصير نفس الانمي. النص فيلا خلينا نحاول. يا طار يا اخي. الجوله الاخيره. يا اخي. ما بقوه يا اخي. فالحين نجيب نروح نزلع شويه. صقر ضد سالم، السيف الوهاج ضد الدوامة الشرسة، فيلا نبدأ. نطلع شوية حيكون زام جولتين فيلا. نسيت ان البلبل ذا دفاعي. وما
مات بطريقة مزرية. ثلاث ضربات التاج نحطمه. جولة الأخيرة. شكله ما حطم واحد اثنين اثنين واحد. يب بس ممكن يكون وصل على آخر فليك. أو قبل الأخير قبل. أوكي وصل تقريبا. كليكين او كليك واحد فانا راح ننزل على السؤال الثاني دي ودارم فيلا نبدا ثلاث اثنين واحد فاز دارم يب اعتقد اني اول فاز فيلا الجوله الثانيه الجوله الاخيره موظف أباكم بس تلاحظوا شغلة ممكن تحط لكم إيه سلو موشن لما يجي يسقع هذا هنا أعتقد إنه هذا يسوي كذا شباب أو شغلة يعني شيء غريب أكيد حطيت لكم سلو موشن ما في كلام أكيد لاحظته النزال حيكون بين اثنين العصف وصقر بس المرة هذه حطيت فريم اثنين العصف راح نلعب بجولتين وبعدها راح ننهي المقطع يلا صفر اثنين العصف يلا بعده التيت عند السيف ولا الثانية كيف السيف حاسبها السيف توقع يكون في بيرس انا توقع لا ياب اثنان صفر اثنين العصف اثنان العصف من اشطر لعبة في الدفاع فهذا كان مقطع اليوم اتمنى انه عجبكم بس هذا كل اللي عندنا لا تنسوا اللايك سبسكرايب وشير واكتبوا في الكومنتات ايش رايكم في نزالات اليوم ما نعرف مين اللي فاز بس يعني كانت الاغلبيه فريق الاتحاد تحقق فيش النهار فاز تقريبا في اغلب النزالات وصلنا للختام سلام